يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول أنا أظهر بغضي لبعض المعاصي وكراهيتي لها، ولكن في قرارة نفسي أتمنى أن أفعلها ولكن لم أفعلها ولا أفعلها، فهل أكون منافقا بذلك؟ هذا من الشيطان. أدل تبغض المعاصي، الحمد لله قد يأتيك الشيطان وتحسنها لك في قلبك، هذه وساوس من الشيطان، اتركها. نعم.